واحد من اهم العوامل اللي بتخلي المتابع يشترك في قناتك هو شكل القناه بتاعتك واللي بتتمثل في اللوجو والبانر بتاع القناه. في الفيديو اللي فات قلت لك على 25 فكره تقدر تبدا بيهم قناه يوتيوب سواء بظهورك او بدون ظهورك، ودي كانت المرحله الاولى من عده مراحل هنمر بيها عشان نعمل قناه يوتيوب ناجحه. بعد ما استقريت على فكره قناتك جه الدور دلوقتي عشان نبدا نظبط اعدادات القناه. في فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اللوجو بتاع القناه. كل اللي محتاجه منك جهاز كمبيوتر وانترنت، ولو ناوي تبدا قناه اليوتيوب من الموبايل بس وما عندكش كمبيوتر ما تقلقش، الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنعمل نفس الخطوات اللي هنعملها النهارده بس من خلال الموبايل. انا عمر شاهين، دي سلسلة اليوتيوب. قبل ما نبدا الشرح بقى اعمل لك مشروب لذيذ كده عشان عايز يكون بالك رايق. الموقع اللي هنستخدمه النهارده هو موقع كانفا، حتى لو ما عندكش اي خبره في التصميم ان شاء الله هنقدر مع بعض نعمل لوجو كويس. بدون بقى مقدمات كتير يلا بينا نبدا الشرح على طول. اول حاجه هتفتح المتصفح بتاعك بالمنظر ده كده، وهنكتب هنا canva.com زي ما هو مكتوب هنا كده، ونتك انتر هيدخلنا على الموقع على طول. طيب فرضا انت مش عايز تكتب كده، من جوجل برده هنكتب هنا كانفا بالمنظر ده، ونختار اول نتيجه هيدخلنا على الصفحه الرئيسيه بتاعت كانفا على طول. مش عايزك تتخض من المنظر بتاع الصفحه، هو بسيط جدا وواحده واحده هنبدا نشتغل فيه مع بعض، وهيكون هو مألوف بالنسبه لك في كل الفيديوهات بتاعتك ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده هو جايب لك مجموعه من الاختيارات زي يوتيوب بانر ويوتيوب ثامب نيل وفيديو ويوتيوب تشانل لوجو. انت برضو لو مش ظاهر معاك اليوتيوب تشانل لوجو دي هنكتب من هنا لوجو او الحاجه اللي انت عايز تصممها، هتكتب من هنا وتتك انتر هيدخلك على الصفحه بتاعت اللوجو. زي ما انتم شايفين كده دخلنا على الصفحه بتاعت اللوجو وفي مجموعه من اللوجوهات جاهزه، بس احنا هنعمل كرييت بلانك لوجو. هنبدا نصمم من الاول خالص، حتى لو هنختار حاجه نعدل عليها بس في الاول اختار كرييت بلانك لوجو. بعد ما يفتح لك الصفحه بتاعتك هتلاقيها بالمنظر ده، هتلاقي هنا التمبلتس اللي ممكن نختار منها واحده ونعدل عليها دلوقتي، وهتلاقي من هنا الاليمنتس اللي هنتعرض لها كمان شويه اللي انت تقدر برده تختار منها حاجات تضيفها للتصميم بتاعك، وهتلاقي التكست عشان تقدر تضيف من هنا نص، وهتلاقي برده الاوديو والستايلز دي هنستخدمها في الفيديوهات، وهتلاقي الباك جراوند لو انت عايز تعمل باك جراوند للتصميم بتاعك ويكون صوره، ودي هنختارها في الثامبنيلز. اما دلوقتي انا اختار الباك جراوند بتاعك تكون بيضه لاني هبدا من الاول. هبص على التمبلتس وليكن القناه بتاعتنا او اللوجو بتاعنا هنختار مثلا احنا نعمل قناه باسم فود بلانت وتبقى قناه مخصصه للطبخ، فهنعمل من هنا مثلا نقول فود. اختار دايما الكلمات اللي تناسب الموضوع، ممكن فود ممكن كوكينج، وتدور في زي ما انت شايف كده تدور عندك هنا لحاجه مناسبه تقدر تعدل عليها وليكن بالمنظر ده كده. شايفين تحت في اد بيدج، لو انت لسه مش مستقر على اللوجو بتاعك ممكن نعمل اكتر من لوجو ونغيرهم ونختار ما بينهم. فانا هخلي الصفحه بتاعتي برده زي ما قلنا في الثانيه دي بالابيض. هنا هنعمل ايه؟ مور فود مور لايف، لا احنا هنغيرها بقى زي ما قلنا ايه فود، وهنا نخليه بلانت. تمام زي الفل كده، انت بقى عندك اللوجو بتاعك شبه جاهز، بس نزود المستطيل شويه بالمنظر ده كده، يعني هنجيب دي هنا تحت شويه ونزود المستطيل بتاعنا شويه بالمنظر ده. حركه بقى عشان يجي في النص، شايفين العلامه اللي بتظهر لي لما بجيبه في النص هو بالمنظر ده كده، ونرجع نغير الخط نجيبه هنا. خلاص بقى احنا مش عايزين ده ومش عايزين ده، ونغير نغلي التصميم يجي في النص بالمنظر ده. ممكن تعمله جروب بعد كده تبدا تحركه البوزيشن وتجيبه في الميدل وتجيبه في السنتر، هو كده كده خلاص في السنتر. ادي اول حاجه بقت جاهزه معانا خلاص على طول، انت عملت لوجو بسيط ولوجو سهل وخلاص على كده. طيب الحاجه الثانيه احنا بقى ممكن نعمل لوجو من الاول، زي ما قلنا ممكن نروح من اليمنتس هنا نختار مثلا برجر او اي حاجه يعني توحي بالاكل، نختار مثلا الشكل ده كده ونجيبه نحطه هنا بالمنظر ده. ممكن برضو نختار بيتزا من هنا كده زي ما هو جايب لنا الشكل ده كده، ممكن نختار دي ونكبرها شويه ونعمل لها روتيت. شايف من تحت ده كده ممكن تعمل روتيت كده، شايف الثلاث نقط دول هتختار عليهم وسن تو باك عشان يرجعها لي ورا الشكل ده كده. تمام ممكن نضيف حاجه كمان، ممكن نشوف لو هنا في فرايز مكتوبه، فرايز مكتوبه بالفعل هنا اهي، ونضيف البطاطس بالمنظر ده كده ونعمل لها برده سن تو باك ونلففها بالشكل ده كده عشان يبقى الشكل عندي متناسق مع بعضه. واجيب دول احركهم بس كده مع بعض شويه كده، نصغرهم حاجه بسيطه بالمنظر الجميل ده. تمام وهجيب تكست من هنا كده واعمل له اد هيدنج، واكتب برده الكلمه بتاعتي او بتاعت القناه فود بلانت بالمنظر ده كده، واخليها ممكن اخليها تيجي تحت هنا كده، واخلي دول اعمل لهم بوزيشن اخليهم في الميدل واخليهم في السنتر. تمام زي ما انتم شايفين كده، بس هو لخبطهم فهعمل كنترول زد، لو حاجه لخبطت معاك اعمل كنترول زد. فهجيب دول كده ومن فوق شايفين جروب دي هعمل لهم جروب، وبعد كده بوزيشن
واجيبها في الميدل وهي خلاص في السنتر، بعدين اعمل لدي محاذاه ليهم كده بالمنظر ده واخليها في السنتر. انا ما بحبش الخط اللي هو الديفولت ده، فممكن نغيره، وكمان هنغير لونه بحيث يتناسق مع الالوان. انت حاول تخلي التصميم بتاعك الالوان متناسقه بتاعته مع بعض. ممكن نكبره حاجه بسيطه كده ونختار مثلا كايرو بولد. انا بحب الخط ده، بيبقى شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين. طيب ممكن نضيف بقى للتصميم ايه بتاعنا؟ ممكن نكتب كلمه برش. انت دور برضو، خلي بالك المجال ده ابداعي، يعني انت ممكن تضيف حاجات تطلع التصميم بشكل احسن، ممكن يكون ليك دماغ مختلفه وهكذا. فالحاجات دي زي ما بقول لك انت ما تقلدش تقليد وخلاص، انت خد اتعلم الاساسيات بتاعت الموقع هنا وابدا انت ضيف، وابدا اعمل الطابع الخاص بيك انت اللي انت شايفه مناسب. احنا مثلا هنبحث هنا عن برش، هنعمل برش بالمنظر ده كده، وممكن ناخد البرش دي او البرش دي ونحطها هنا كده بالمنظر ده. فلو جت فوق الكلمه، يعني احنا هناخد البرش هنا كده بالمنظر ده ونحطها، فلو جت فوق الكلمه خلاص احنا اتعلمنا بقى هنعملها ايه، سند باكورد او سند تو باك عشان تيجي ورا الكلمه وبالمنظر ده كده، وهخليها تيجي هنا كده، اطلعها فوق شويه بالظبط كده، هخليها بقى اعملها سند تو باك خلاص عشان تبقى ورا الحاجات دي، واروح بقى مغير الشكل والبتاع الكلام. ممكن اخليه هو بالاحمر او بالاصفر عشان يناسب التصميم، واخلي دي بالاصفر عشان يبقى الشكل النهائي معانا بالمنظر ده كده مناسبين مع بعض. ممكن بقى احركهم فوق شويه عشان يبقوا هما سيمتريك كده، او ممكن العكس، ممكن نخلي دي بالاحمر ونخلي ده بالاصفر. زي ما بقول لك الدنيا مفتوحه معاك، المهم ان انت تحاول تختار من التصميم او من الالوان الموجوده في التصميم عندك عشان تخلي المنظر النهائي شكله كويس. ممكن نخلي دول نعمل لهم سنت تو باك عشان، او نخلي دي نجيبها فورورد عشان تداري على الشكل بتاعي كده، يعني برينج فورورد بالمنظر ده كده. وادي لوجو تاني بقى معانا، اتنين لوجو على طول. ممكن تعمل اد بيج جديده وتضيف برده تصميم جديد، يعني ممكن نعمل حاجه جديده، ممكن ندور في التمبلتس اللي معانا زي ما انتم شايفين كده في تصميم برده اهو. لو انت عايز تضيف صورتك بقى ممكن نعمل تصميم تالت خالص، هوريك برده نعمل ايه. لو انت عايز تضيف صورتك مع الموجودين ممكن ناخد حاجه زي دي كده تمام بالمنظر ده، ونشيل بس منها ده ونشيل ده. كل اللي عليه كانفا ده يا جماعه لازم، يعني بيكون مش بشكل مجاني، فلازم تشيله من التصميم. فبرضه في التصميم ده هعمل، هروح من هنا ان جروب، وعشان اشيل الخلفيه اللي ورا دي بس كده لانها برضو بشكل مدفوع، واسيب اللوجو زي ما هو كده. او ممكن انا اروح اعملها تاني من elements، اختار هنا سيركل، هتبحث عن سيركل وتختار دايره بالمنظر ده كده وتحطها ورا تاني وتكون باللون الاصفر. خلاص هنعملها بس زي ما احنا اتعلمنا بقى سند باكورد عشان ترجع ورا، ونخليها باللون الاصفر اللي هو نفس اللون بتاع التصميم بالمنظر ده كده. وخلاص على كده رجعناها تاني وبقت مش مدفوعه، وهنسيفها مع بعض وزي الفل. انت بقى لو عايز تحط صورتك عشان تبقى في اللوجو بتاع القناه، هتتصور وليكن صوره وانت بتاكل بيتزا او انت بتاكل اي حاجه، وهنحطها هنا. هنشيل الخلفيه بتاعت الصوره بتاعتنا على موقع ريموف اسمه ريموف بي جي زي ما انتم شايفين كده، كنت انا باحث عنه قبل كده. وهندوس على ابلود ايمج عشان نرفع الصوره بتاعتنا عشان يشيل الخلفيه بتاعتنا. هندوس على ابلود ايمج من هنا ونختار الصوره بتاعتنا اللي احنا عايزينه يزيل الخلفيه بتاعتها. فهنختار صوره وليكن بالمنظر ده كده، وهو هيشيل الخلفيه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. هتعمل لها داونلود وتحفظها، بعد كده احنا هنعمل لها ابلود تاني من هنا كده، وهتنزلها بالمنظر ده او تسحبها وتعمل لها ابلود. فهتلاقي كل اللي انت عملت له ابلود هتلاقيه عندك هنا في الابلودز بتاعتك. هنجيبها ونحطها هنا كده بالمنظر ده، ونخليها ترجع لورا سنت تو باك زي ما انت شايف كده. وهنكتب هنا برده فود بلانيت بالمنظر ده كده، ونشيل دي خالص مش عايزينها، وننزل ده اللي هنا كده بالمنظر ده. ممكن بقى تغير الالوان برده بتاعت الصوره، ممكن زي ما قلنا تختار انت الصوره اللي انت عايزها، وليكن الصوره اللي هتناسب الموضوع هنا ان انت وانت بتاكل بيتزا، فالحكايه مفتوحه وزي الفل معاك. في الاخر بقى عشان نعمل داونلود للحاجات اللي احنا عملناها دي مع بعض، هتعمل من هنا من شير من داونلود، وفي الصيغ بتاعتك اللي انت عايزها كلها، وفي السجستد اللي هي المقترحه، هو بيقول لك حاملها بصيغه البي ان جي، وده مظبوط جدا عشان ده لوجو. بعد كده ممكن تتك على ترانسبيرنت باك جراوند، بس دي زي ما قلنا بفلوس. فانت هتروح برضو للموقع اللي احنا عملنا عليه ريموف باك جراوند، وتحذف الباك جراوند بتاعتك من التصميم. بعد كده هنعمل له داونلود، هتلاقيه هو حفظ لك الداونلودز بتاعتك دي كلها، وهنشوف مع بعض هو حفظهم ولا لا. طيب لو هو ما رضاش يعمل داونلود معاك، فهتلاقي ان في ممكن يكون واحد من التصميم معاك فيه علامه مائيه زي ما احنا قلنا، فانا جيت لقيت ده برضو فيه علامه مائيه، فممكن نغيره بسامبل تاني زي ما احنا قلنا. ممكن نروح على elements من هنا كده ونختار اي حاجه، مثلا نكتب فود، وهنلاقي في حاجات جميله جدا بالمنظر ده ممكن تغيرها. فممكن نختار مثلا الشوكه والسكينه دول ونحطهم هنا كده بالمنظر ده،
بس كده، وتغير اللون بتاعهم برضو من هنا كده، تخليه اسود عشان يناسب التصميم، وتروح بقى خلاص شير داونلود. ممكن تاخد واحده من الثلاثه او الثلاثه كلهم مع بعض، انا هخلي الثلاثه كلهم مع بعض واعمل له داونلود. هيبدا من هنا يحمل كده زي ما انت شايف، ويقول لك داونلودنج، واول ما يخلص بس كده خلاص هيقول لك سيفهم. هتفتح هتلاقي الثلاثه بي ان جي اتسيفوا معاك بالمنظر ده كده. هنجرب نفتح دي رقم 2 اللي احنا كنا عاملينها فروم زيرو، من الصفر خالص، ودي رقم 1 التمبلت اللي عدلنا عليه بالمنظر ده كده، ودي رقم 3 اخر حاجه خالص اللي احنا توصلنا لها. وبس كده، وزي ما قلنا انت حط فيه ابداعاتك وتاتشاتك، انت اكتر واحد عارف المحتوى اللي هتقدمه، وخلي اللوجو والبانر ياخدوا وقتهم، لان اللوجو والبانر وشكل القناه بشكل عام هو واحد من اكتر العوامل اللي هتخلي الناس تعمل لك سبسكرايب في القناه. لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات اللي جايه اول باول. استناكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. سلام.